السلام عليكم، معكم مهندس محمد حلمي من قناة Embedded Lovers، وهنكمل مع بعض كلامنا عن لغة السي. النهاردة هنتكلم عن الأريز. الأريز هي عبارة عن مجموعة من الأوبجكت ليها نفس التايب بتتخزن في ميموري تحت اسم واحد. مثال، زي ما احنا شايفين كل دول أرقام ليهم نفس التايب وهو الانتجر، عددهم 6، فممكن احطهم في أري واحدة. دايما الأري بتبدأ بإندكس 0، والسينتاكس بتاع الاري بيبقى الداتا تايب والاري نيم والاري سايز بين سكوير براكتس. اكزامبل انت ماي ليست 6 سيمي كولون. ده الداتا تايب وده الاري نيم وده الاري سايز بين سكوير براكتس. الاري سايز اللي هو ادي 1 2 3 4 5 6 اللي هو عدد العناصر جوه الاري. والاري بتبدا من الزيرو وبتنتهي بالان ناقص واحد، والان ده هو عدد عناصر الاري. يعني هتبدا من اندكس، مثلا في المثال اللي فات ده هتبدا من اندكس زيرو وهتنتهي بخمسة، يبقى سي اوف خمسة. سي اوف خمسة ده اللي هو العنصر السادس. declaring arrays. علشان اعمل create array بعرف الداتا تايب واحط اسم الاري، الداتا تايب زي الانتجر، واحط اسم الاري زي مثلا ماي نمبر مطبوعه بالسكوير براكتس وجواها الاري سايز. علشان ادخل قيم بحط القيم بين كيرلي براكتس وبينهم كوما سيبريتد. نشوف مع بعض مثال عشان نفهم اكتر. انا دلوقتي في المثال ده بعرف الاري، فكتبت انت اري اللي هو الداتا تايب بتاعت الاري والاسم الاري والسايز بتاع الاري جوه سكوير براكتس، بقول بيساوي وبحط القيم بتاعت الاري اللي هم 10 عناصر بينهم كوما سيبريتد. بعد كده بعرف لوب وبعدي على عناصر الاري كلها وبطبع. initialization rules، ممكن اعمل initialization للاري في وقت الديفينيشن زي المثال اللي فات اللي هو انت اري 5 بيساوي 1 2 3 4 5. وممكن احط قيم الاري كلها بصفر زي الاكزامبل ده، بعمل صفر بين كيرلي براكتس. كده انا حطيت كل قيم الاري بصفار. ولو عايز اعمل initialization لاول اتنين عنصر في الاري بكتب القيم بتاعتهم وبعد كده بقفل الكيرلي براكتس، بقيه العناصر هتبقى بصفار. لو حطيت في الاري عناصر اكتر من عناصر الاري هيحصل compilation error، ولو ما حصلش هتبوظ قيم variables تانيه. فناخد بالنا ان احنا ما نحطش عناصر اكتر من قيم الاري. accessing array element، ممكن اكسس كل عناصر الاري في الانيشاليزيشن، بعد كده باكسس عنصر عنصر. مثال، عملت هنا انت اري وحطيت فيها 5 عناصر بس ما عملتهاش انيشاليزيشن، فباكسس عنصر عنصر. يعني انا لو عايز اكسس العنصر الثالث بقول array of 3 بيساوي 7. كده انا حطيت رقم 7 في العنصر رقم 3 في الميموري. وممكن اخد من اليوزر قيم الاري زي المثال ده. يعني عملت فور لوب وبعدي على القيم الاري وادخل قيمه قيمه. نشوف المثال ده على الكود بلوكس. زي ما احنا شايفين ما عملناش انيشاليزيشن للاري، وبعد كده عملنا لها انيشاليزيشن عن طريق السكان اف. تعال نشوف الكود. كده عمل لنا من 0 ل 4 اللي هو 5 عناصر، وكل عنصر دخلنا له القيمه بتاعته. array name هو الادرس بتاع اول عنصر في الاري. هنشوف مثال على الكومبايلر. في المثال ده عملنا array وعملنا لها initialization
وحطينا اسم الاري، وهنجيب الادرس بتاع اول عنصر في الاري وهنشوفهم بيساووا بعض ولا لا. لو بيساووا بعض يبقى فعلا اسم الاري هو بيساوي ادرس اول عنصر في الاري. كتبنا الكود بتاعنا هنرن، فعلا طلع هو اسم الاري هو ادرس اول عنصر في الاري، هو ده الادرس بتاع اول عنصر في الاري. علامة الاند دي يعني الادرس، يعني انا بجيب الادرس بتاع المكان ده. في المثال ده انا ما حطيتش الاري سايز، انا هو مفقود الاري سايز مفقود، بس valid ان انا ممكن ما احطش الاري سايز بس احط الانيشاليزيشن بتاع الاري. هو في حاجة هناخدها قدام شوية اسمها في الفانكشن اسمها الكول باي فاليو والكول باي ريفرنس. انا عندي في المثال ده عملت الفانكشن اسمها تشينج، اسمها ايه تشينج. الفانكشن دي بدخل لها عنصرين وهي بتغير قيمتهم جوه وبتطبعهم لي. فانا قلت اكس بتساوي واحد والواي بتساوي اتنين، عملت تشينج دي، خليت ناديت الفانكشن وخليت الاكس هخليها باتنين والواي هخليها بتلاتة وهعمل برنت. المفاجأة هنا ان هي الاي طلعت باتنين والبي بتلاتة بس الاكس ما اتغيرتش، الاكس بواحد والواي اتنين ما اتغيرتش، فضلوا زي ما هما. ليه؟ لان انا عملت كول باي فاليو، خدت نسخه من الاكس وخدت نسخه من الواي ودخلتهم في الفانكشن، بس لما طلعوا من الفانكشن ما اتغيروش لان هم نسخه مش ريفرنس. لكن في المثال ده انا خدت هنا الادرس نفسه، الادرس بتاع الاي والادرس بتاع البي والاكس والادرس بتاع الواي وغيرتهم وغيرت القيم الاساسيه، فطلع لي هنا الاكس باتنين والواي بتلاته زي الاي والبي بالظبط. ده اسمه كول باي ريفرنس وده اسمه كول باي فاليو. طب انا قلت الكلام ده ليه؟ علشان لما ببعت array للفانكشن ببعتها باست باي ريفرنس نوت باي فاليو. انا شرحت الحته اللي فاتت عشان الحته دي بس، لكن احنا لسه هنتكلم عنها باستفاضه في الفانكشنز المحاضره الجايه ان شاء الله. عندنا حاجه في الاري اسمها مالتي دايمنشنال اري، ممكن تبقى 2 دي او اكثر، وده شكلها بتبقى عباره عن كولوم وروز، والسينتاكس بتاعها هو نفس السينتاكس بتاعت الاري العاديه بس بزود هنا كيرلي براكتس بتاع الدايمنشن التاني. الرو مثلا بيساوي 3 والسي بيساوي 5. ده طبعا مش المثال ده، ده مثال غيره. يعني هنشطب مثلا الرو ده كده، ده مش هيبقى موجود وهنزود كولوم هنا. ممكن اعمل initialization للمالتي دايمنشنال اري بكذا طريقه. اول طريقه اللي هي بنحط الانيشاليزيشن جوه كيرلي براكتس جوه كيرلي براكتس، وممكن احطهم بين كيرلي براكتس واحده، وممكن ما احطش السايز بتاع الروز بس لازم احط ايه الكولوم بين اتنين كيرلي براكتس او كيرلي براكتس واحده. وممكن زي ما كنا بنعرف بنعمل initialization للاري بصفر، يبقى دي كل الاري ممكن نعملها بواحد، بس ده هيبقى العنصر ايه 0 0 هيساوي واحد والباقي هيساوي صفار. وممكن نسكان برضو الاري المالتي دايمنشنال اري من اليوزر السترنجز ان سي. السترنج في السي هو عبارة عن array منتهية بنال، نال ده اللي هو زيرو بس هو بيتكتب كده السنتكس بتاعه كده.
ممكن علشان ما اكتبش كل حرف بين سنجل كوت ممكن احط الكلمة كلها بين دبل كوت زي كده، ممكن اكتب السايز وممكن ما اكتبش السايز، بس لازم اكتب ايه الكلمة اللي انا عايز اكتبها. الاسكي تيبل، الكمبيوتر بيفهم الحروف على اساس انها زيروز وانز، ما بيفهمش الحرف كحرف. ازاي؟ عن طريق الاسكي كود ده، كل حرف بيقابله رقم بالهكسا ديسيمال، وعن طريق ان انا اكتب الكاركتر الرقم ده بيطلع لي الحرف. وده مثال بيوضح الكلام اللي انا بقوله. انا عملت هنا فور لوب من الاي بتساوي صفر للاي بتساوي 127، وطبعت، بس طبعت كاركتر، ما طبعتش الانتجر. الانتجر لما اجي اطبعه بطبع دي، لكن لما اطبع كاركتر هيطبع لي ال 127 حرف. هم دول عملتهم على الكول بلوكس وطلع الكلام ده، كل الحروف وكل الارقام وكل السيمبلز اللي موجوده في لغه السي. عندي سترينجز لايبراري، دي لايبراري بيبقى جواها فانكشن بتعمل عمليات على السترينج زي السترينج كوبي. دي بتطبع اس 2 وتحط قيمته في اس 1 سترينج كوبي. وسترينج كونكاتينيت دي بتحط السترينج الثاني ورا السترينج الاولاني. والسترينج لينس بترجع اللينس بتاع السترينج. والسترينج كومبير بتقارن السترينجين ببعض، لو هما زي بعض هترجع صفر، لو وبترجع سالب لو الاس واحد اقل من اس اتنين، وبترجع موجب لو الاس واحد اكبر من اس اتنين. وده مثال بيوضح اللايبراري بتاعت السترينج دوت اتش، بنعمل لها انكلود وبنستخدم الفانكشن بتاعتها عادي، سترينج كوبي، سترينج كونكاتينيت، واللينس بتاع السترينج. وكده يبقى خلصنا الاريز، وان شاء الله في السيشن الجايه هنتكلم عن الفانكشنز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.